دي قصة مش اللي احنا بنطالب فيها. احنا بنطالب ان المحامي وصال له الموضوع عند المحكمة في واجب الدفاع سواء في تحقيقات امام النيابة او في محاضرة او في مراقعات واجراءات امام المحاكم. ما هي التعبير الأدق وهو السوق الدفاع نفسه، ولكن النص الدعمي في السوق سياسي لم يتكلم فيها إلا لما يتكلم عن ضمانات لأن الإمارة في أحد حالة الكلام كل ما يمكن أن يوصف إلى المحامي لكن في لحظة الشرطة أو في تحقيق نيابة أو تحقيق مستشار أو قاضي تحقيق أو مرافعة أو إجراءات أو محكمة حين الحال ثلاثة، وبالتالي إحنا أنقضنا أو فررنا النص من المحتوى أو من المضمون أو من الغاية. طبعا كيف بكت على الأستاذ سامح؟ بقيت تختار ثانية يا نوعاً. أيوة تفضل. هل الضمانات وضع في نفس الضمانات موجودة في قانون المحاماة، هي نفس الضمانات موجودة في مشروع نص المحاماة اللي هو انقضت 2012 ويتعتم عليه، وده تقول ان كيفك على النظيف ويتعتم عليه. لا في ضلال حد السلام، أعرف أتكلم عن قضية العبارة دي، العبارة دي في رأي يقول ان هي ما تجيش عليه وان هي مرفوض ازاي تعتم 14 كده بتقول وضوء. انا بس انا بقول رايي بيقول تعال الراي ده عاوز يشيل ايه هو ده اللي بنعلم عليه. 14 السيد مصير مستمع عاشور دعا النقابات الفرعيه على مستوى الجمهوريه وقال لهم تعالوا انا حاسس ان في التفاف حوالين نص ماده قانون المحاماه. راحوا الاساتذه المصابه والمدارس واجتمع لهم في النقابه العامه وقالوا له احنا تحت امر معالي ومعاك في اي مشكله. فكان عاشور كان عارف من البدايه ان النص في التفاف حواليه وهو احد بهذه المؤامره كما تمها، قال ان في مؤامره بالتفاف حوالين هذا النص، ولذلك دعا النقباء على مستوى الجمهوريه. قلتها بقى مثلا اللي بعدها بقى وقالوا له عارفك احنا موجودين معك وعلى استعداد لنفسك. ايه يا رجل ايه؟ بعد ذلك مر اكيد معناه بعد مر هذا النص وانتظر من حدود ضمانات المحامي دون ان يعود للنقابات الشرعيه بعد ان دعاهم اولا ويقول لهم تعالوا النص انتقص من ضمانات المحامي المقرره في قانون المحاماه والنص اللي احنا كنا واضعينه متفقين عليه. لن يستخدم اي شأن بهذه الجزء. يبقى كيف يفكر انه لا انا بقولش انا بتكلم عن مرة على انا اقول انها فاتت انما هي كانت ما فاتتش يعني ما فاتتش خلاص. وان نقول له مثلا عتاب